وبالتالي هناك يعني استفادة مباشرة دون عناء مواصلات أو انتقال أو غيره. المكان فيه ملاعب، في غرف لتكنولوجيا المعلومات، وفي مكتبة، وفي صالات رياضية جيم، وفيها أماكن للعب الأطفال، وفيها مكتبة، ودي حاجة جميلة جدا. احنا بنشكر البنك عليها. وعلى فكرة ده ليس البنك، ده ليس المشروع الوحيد اللي البنك بيموله مع محافظة القاهرة. هما بيمولوا إنشاء مجموعة من المدارس هنفتتحها إن شاء الله قبل بداية العام الدراسي القادم، وبيمولوا حاجات أخرى تمت بالفعل في محافظة القاهرة. احنا بنشكرهم وبنقول إن ده دعوة لكل مؤسسات المجتمع المدني ولكل رجال الأعمال ولكل البنوك إن هم يتشاركوا معانا في مشروعات من هذه النوعية لخدمة أبناء مصر جميعا. Can say a few words in English if you wish. Just to say that we are delighted to have developed such a program for young people here in Egypt, and we want to continue so to bring our contribution to such program, and we have a very good plan with Mr. Governor. So, and I would like also to thank him for his coming this morning for this inauguration. Thank you so much. هو تقابلنا النهاردة وبيقول إنه ده ليس نهاية ولكن بداية لمشروعات أخرى إن شاء الله بإذن الله، وأنا أشكره طبعاً.